بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل موضوعات مقرر الصناعة وتلوث البيئة، وهنتكلم على موضوع جديد اللي هو الميثودز اوف كنترول اميشنز، اللي هو طرق الحديثة للتحكم في الانبعاثات. وهنتكلم ريدكشن اميشن يوزنج كنترولنج فليم تمبريتشرز. وزي ما قلنا الفليم تمبريتشرز هي من اهم العوامل اللي بتؤثر في نوعية الانبعاثات اللي خارجة من عمليات الاحتراق. زي ما احنا شفنا في المحاضرات السابقة طرق، وشفنا الميثودز في تكون وتشكل الانبعاثات الغازية، سواء اذا كانت نوكسز او سوكسز او سوت او سموك او اني اذر كايند. اليوم بنشوف ازاي الطرق اللي هتتحكم في تقليل او تخفيض هذه النسب. عندنا المودرن ميثود فور كنترولنج اميشنز. اول حاجه الفليم تمبريتشر كنترول، التحكم في درجه حراره اللهب، وده من العناصر المهمه جدا جدا، واللي يمكن كل الطرق معظمها بتقول الى ان انا اقدر اعمل عمليه تحكم في درجه حراره اللهب. تاني ستيم ووتر انجكشن، اللي هي عمليه ضخ بخار او خليط من البخار والماء او خليط من البخار والهواء اثناء عمليه الحرق. الدراي لو نوكس كومباستورز هو المحرق ذو الانبعاثات المنخفضه من اكاسيد النيتروجين. البري ميكسد كومباستورز اللي هو عمليه الخلط قبل عمليه ما يخش على غرفه الاحتراق، بنسميه بري ميكسد، الخلط المسبق. الريفيراليزيشن بروسيس اللي هي عمليه تثمين عمليه الحرق. لين بري ميكسد بريفابرايزد اللي هو عملية الخلط المسبق، والجهاز بنسميه ال LBB، وده جهاز منخفض برضو النوكس. الاكزهوست جاز ريسيركيوليشنز اللي هو اعادة تدوير، ان احنا بناخد جزء من العادم وبنرجعه للجزء اللي بيتم فيه عملية الخلط الوقود مع الهواء بحيث يرفع درجة الحرارة، فبيقدر يحسن لي ويقلل لي كمية الانبعاثات الخارجة وخاصة النوكس، وفي نفس الوقت بيحسن لي الباور اللي انا اقدر استخدمها من الانجن. اللين ريبيرنج ميثودز عملية اعادة الحرق. فاريبل جيومتري كومباستورز اللي هو ان انا بستخدم محرقة متغيرة اللي هي مدخل بتاعنا، بقدر اتحكم في التغير المساحة بتاع دخول الخليط بتاع الحرق عندنا. الستيجد كومباستورز اللي هو المحارق على بتستخدم مراحل في الحرق، بدل ما بضخ الوقود او الاير والوقود في مرحله واحده، لا انا بضخ في مراحل متعدده. وزي ما هنشوف عندنا نوعين، في الفيول ستيج وفي الاير ستيج. يوتيلايزيشنز اوف ايرن اديتيف، وهنا انا بستخدم بعض اضافات الحديد لتحسين عمليه تقليل الانبعاثات. كاتاليتيك كومباستورز، الكومباستورز بيستخدم العوامل الحفازه. بعد كده الهيوميفيكيشن بروسيس، استخدام عمليه ترطيب، انه احنا بنعمل ترطيب للحريق اللي بيحدث عندنا، وهنشوف ايه اللي بيحدث اثناء هذه العمليه ان شاء الله لما نشرح معظم هذه الطرق بالتفصيل. ان انا ممكن اقلل الانبعاثات باستخدام يوزنج جازيوس فيول، نستخدم الوقود الغازي. ان انا اقدر احسن باي اديتيف بايو ديزل فيول، استخدام الوقود الحيوي. برضو من الميثودز في الكنترول اللي انا اقدر احسن واقلل الانبعاثات اديتيف نانو ميتلز بارتكلز، باضافه بعض المعادن اللي هي جزيئات النانو بارتكلز. يمكن احنا بنتكلم على الكنترول اميشنز، زي ما شفنا واحنا بندرس في الموضوع الماضي العوامل المؤثره جدا هي درجات الحراره. فاحنا بنذكر بنقول انه اول اكسيد الكربون بيزداد at temperature below 1670 كلفن، يعني لحد 1670 كلفن بلاقي انه السي او بيزداد. while NOx is increased at temperature higher than 1900، يعني اما بشغل اكتر من 1900 النوكس يبتدي يزداد عندي. ويمكن الكيرف اللي قدامنا ده بيديني علاقة الفاير تمبريتشرز مع الانبعاثات النوكس. وطبعا هنا هنلاقي انه عندنا
بنعمل تيست للانجن، ودي نتائج بتكون موجودة من بعض الدراسات. بشغل انجن على ربع لود وعلى فول لود وعلى ثلاث ارباع لود، بشوف ان انا عندي اداء الوقود العادي وده الناتشرال جاز. بتلاقي انبعاثات الناتشرال جاز عند اي مرحلة من مراحل التشغيل بلاقيها اقل. ان تمبريتشر رينج بتوين 1670 و 1900 سي او اند الان او ار بلو 25 الى 15 بارتيكولات بير ماترز البي بي ام. يعني بنلاقي انه المنطقه من 1670 ل 1900 بنلاقي الرينج بتاع السي او والنوكس في حدود من 25 الى 15 بارتيكولات بير ماترز. ويمكن الفيجر القادم بيوضح لي حاجه مهمه جدا جدا، هي المنطقه اللي انا اشغل فيها الانجن وانا مطمئن انه النسب بتاعه الانبعاثات الغازيه. لما نيجي بنقول هنا ريدكشن اوف ايميشن يوزنج كنترول فيلم تمبريتشرز، لما نبص للشكل اللي قدامنا ده بلاقي عندي الفيول اير ريشيو وده الانبعاثات اللي موجود عندي. بلاقي انه في عمليه الحرق الضعيف اللين ميكشر، عمليه الخلط الضعيف، بلاقي الاوبتيمم كونديشنز للتشغيل هي المنطقه الخضراء اللي عندنا. ليه؟ لان انا بلاقي لما بشغل عند اير فيول ريشيو قليله بيبقى نسبه اول اكسيد الكربون عاليه وبتبتدي تقل مع زياده الاير الفيول اير ريشيو. العكس النوكس، النوكس يبتدي قيم صغيره يزداد مع الزياده لان كل ما زاد الفيول ريشيو هتزداد درجه حراره اللاب زي ما قلنا. يبقى اذا المنطقه الخضراء دي احنا بنسميها المنطقه الامنه للتشغيل. ان انا بحصل على اكسبتابل قيم معقوله من السوك من النوكس وقيم معقوله من اول اكسيد الكربون ما تكونش ضاره للبيئه. ولذلك احنا بنسمي ده الاوبتيمم كونديشنز للتشغيل عندنا. يعني ما شغلش في المراحل دي بالرغم ان انا عندي النوكس قليل قوي، وما شغلش في المراحل دي بالرغم ان عندي السي او قليل. ليه؟ بنختار منطقه تكون النسب مقبوله وغير مؤثره على البيئه. يبقى بنقول لين ميكشر از اوبتيمم كونديشن فور مينيمم سي او اند نوكس فورميشن. يمكن ده من الحاجات المقدمه قبل ما نتكلم على الطرق بالتفصيل. احنا شفنا انه دراستنا لفهم ما يتم من اسباب تشكل الانبعاثات الغازيه قدرنا نوصل الى الطرق اللي هنستخدمها في عمليه التحكم في الانبعاثات الغازيه. نلقاكم المحاضره القادمه ان شاء الله.